Gracias, chido. Hola. Chocona de Julián. No, que suena a tú, la mano. شعبا وحكومة ومجلس النواب وأصالة عن نفسي سبب عدم تنفيذ الاتفاق السياسي هو عدم قدرة الذين كلفوا بالسلطة في ليبيا الناتجة عن هذا الاتفاق على القيام بمهامهم وما تم الاتفاق عليه في الصغيرات أهمها الترتيبات الأمنية واتخاذ القرارات بالإجماع والحصول على ثقة البرلمان الليبي وهو لم يحدث وبالتالي كان السبب في هذا الفشل تتحمله هذه المجموعات التي كلفت بإدارة ليبيا في المرحلة السابقة لكننا الآن كما ذكرت تقدمنا بمبادرة نعتقد أنها مقبولة من معظم الليبيين وجد الترحيب من المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة جينا لنطلب من إخوتنا في المغرب بحكم مكانتهم الدولية والعربية أن يدعمونا في إيجاد حل للأزمة الليبية والوصول إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تتولى شؤون الليبيين في هذه المرحلة المؤقتة حتى تتم عملية إيجاد الدستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة وبكل تقدير واحترام وجدنا الدعم الكامل وعدونا بأنهم لن يألوا جهدا في الوصول إلى حل الأزمة الليبية مع المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة. طبعا زيارتنا للمغرب متكررة ليست الأولى ولن تكون إن شاء الله الأخيرة نتباحث أيضا على السبل لتعزز التعاون بين بلدينا وتذيب أي جليد أو أي عوائق تزيل أي عوائق وأيضا التباحث في الوضع الداخلي في ليبيا في ظل التقدمات اللي حققتها حكومة الوفاق في ظل وجود بعض التدخلات الخارجية السلبية أيضا نبحث الآن مع كثير من الأخوة في المغرب على موضوع تطبيق الاتفاق السياسي وتعديله بما يتلائم ويتطور مع المرحلة الحالية ومن خلال الآليات المعتمدة طبعا الاتفاق السياسي اللي وقع في الصخيرات نحن نعتبره هو المرجعية السياسية الأولى في ليبيا وكل المبادرات اللي ممكن أن تطرح لتعزيز تفعيل الاتفاق السياسي أو تطويره بما لا يتعارض مع آليات عمله هي أمور مقبولة ونبحث الآن في التفاصيل أكثر إن شاء الله. نحن نتشرف كثيرا باستقبال السيد الرئيس من أجل أن نجدد التعبير عن التزامنا هنا في المغرب كافة الهيئات هنا والمؤسسات في المغرب ملتزمة وتجدد التعبير عن التزامها بتقديم كل ما تستطيع المملكة المغربية أن تقدمه من أجل رؤية ليبيا وقد استعادت عافيتها كبلد موحد ومستقر.